انت النهارده حاسس ان هذه العلاقه علاقه ساقعه، يعني انا النهارده بدل ما يجي يقول لي شوف لنا فيلم ايه تحبي تتفرجي على فيلم، نتكلم مع بعض، لا الفكره بيحصل ايه ان احنا بنقعد هو في ناحيه وانا هنا في ناحيه بنتفرج على الفيلم، يخش تصبح على خير. طيب انت بتعمل كل الحاجات اللي بتقول ان العلاقه دي حلوه، بس هي في الحقيقه مش حلوه، هي محتاجه منك ان انت تقول لي ان انت زعلان من ايه وانت بتعمل الحاجات الحلوه دي كلها. الراجل ده ما بيعملش كده. بس الراجل ده فيه منه امل، لكن ايوه، في ما انا اللي انا بقوله بقى ليه الارهاق لما انت يبقى في نوعيه العلاقات دي امل، ليه الارهاق؟ ليه ما نقربش؟ ليه نستنى لغايه ما تبوظ خالص وتجيب ارض؟ ما احنا لسه في اولها. فاهميني انا عايزه اقول ايه؟ هنا اتمنى ان يكون لازم فهمت بقى وجهه نظري. الـ 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 الطب بينصحنا ان احنا ننظر للعلاقة ونلاحظ انت بتقيم علاقتك اكتر او مجهودك في العلاقة اكتر من اللازم، هل مكاسب العلاقة تستحق فعلا او انت تكون الطرف اللي بياخد اكتر ومش حاسس بنفسه. عشان كده بنقول ان فرصة السنة، بداية السنة او قبل السنة ما تبتدي، نعمل مراجعات ونشوف احنا ايه التعب اللي عندنا او ايه الارهاق اللي عندنا، و ناخد بنصايح الطب النفسي ان هو بيقول لو كنت حاسس بالتعب توقف وعدد جوانب علاقاتك عشان ممكن تلاقي الوضع الجيد. اذا حسيت ان هو وضع سيء فعلا يبقى شوف الخسائر، احسب الخسائر والمكاسب. لو انت سبت العلاقة دي ايه الخسائر، لو انت استمريت ايه الخسائر وايه المكاسب، وما تسمحش لشعور المرارة ان هو يأثر على تفكيرك السليم. على كل حال احنا عندنا كلام كتير في القصة دي وايه علامات الارهاق العاطفي اللي لما نشوفها ونحتاج نعمل ايه. خلينا نبقى دي نكمل فيها، بس ما يمنعش ان احنا النهارده نقول عندنا ايه قبل ما نفتح، لان احنا ما عندناش غير حاجة واحدة بس النهارده. بس قبل ما نقول عندنا ايه، انت عندك ماما في البيت وعندك ماما انا. دي حقيقة، انتي جميلة. هي يعني نفس العلاقة اللي بتعملها في ماما في البيت بتعملها معايا. ما هو وده حلو ان ربنا عشان تعرفوا قد ايه ربنا بيحبني. انا مطلعين مامتي هنا ومامتي هنا. لا بس انتي مش مامتي، انتي ربنا يديكي الصحة. لا مش ما هو مش لا لا يعني لا ما تكبريش نفسك، انا بس هي طريقة المعاملة يعني. لا انا 21 وانت مش 21. انا دائما الدلع. لا انا بتكلم على طريقه الدلع، الطريقه التعامل. هي زي ما بتيجي على مامتها شويه تيجي عليا واعملي لي كذا وهتعملي لي كذا وانا عايزه ومش هعمل كذا. خلونا نقول النهارده عندنا حاجه مهمه جدا. انا عارفه ان في مناسبات كتيره، واحنا كلنا عارفين في مناسبات كتيره، واحنا كستات عاشقين للبس السواري. انا احب لبس السواري جدا، ما يليقش عليا. النهارده سالوها والله العظيم، دخلت لها الاوضه كنت لابسه حاجه، كنت لابسه هاي كول، فجيت قلت لها انا عره في الفساتين يا سوير، بيفكريني انا ما بحبش البس فساتين والله ما بحب. فقالت لي لا. فالمهم النهارده هاني البحيري منورنا وجايب بقى مجموعه من الفساتين اللي اتجنن، طبعا كلها هتليق على سوير. انا طبعا هقعد اتفرج اشوف احتمال ايه ممكن ينفع معايا. لا لا هتلاقي والله هتلاقي بنطلون. لا 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 هتلاقي